لماذا تنعقد الإمامة؟ قالوا تنعقد بأحد ثلاثة أمور. الأمر الأول اختيار أهل الحل والعقد له، إذا اختاره أهل الحل والعقد وبايعوه لزمت طاعته، كخلافة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، فإنها ثبتت باختيار أهل الحل والعقد، وليس من لازم أن كل المسلمين يختارون كما في الانتخابات، هذا ما هو بنظام الإسلام، يكفي أهل الحل والعقد من العلماء والأمراء وأهل الرأي والمشورة، إذا اختاروا إماماً للمسلمين لزمت طاعته الجميع، لزمت طاعته على جميع المسلمين، ولا أحد يقول أنا ما اخترت، أنا ما بايعت، أنا كما يقول بعض الجهال الآن، أنت من المسلمين، أنت من المسلمين، والمسلمين اختاروا هذا الرجل إماماً لهم، فلا يجوز لك أن تشذ وتخرج منهم، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم المسلمون يد واحدة يسعى بذمتهم أدناهم يسعى بذمتهم، فكيف كيف بأهل الحل والعقد والمشورة والرأي؟ فالصحابة أطاعوا لأبي بكر مع أن الذين بايعوه هم قادة المهاجرين والأنصار في سقيفة بني ساعدة، وكذلك عثمان رضي الله عنه اختاره أهل الشورى الستة الذين عهد إليهم عمر رضي الله عنه، عهد إلى بقية العشرة الذين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم راض، فالستة اجتمع رأيهم على عثمان فبايعوه، فلزمت طاعته على المسلمين، لزمت طاعته جميع المسلمين وانقادوا له. الأمر الثاني مما تثبت به الإمامة ولاية العهد، فإذا عهد ولي الأمر إلى أحد من بعده تلزم طاعتهم، تنعقد إمامته، كما عهد أبو بكر رضي الله عنه لعمر، عمر ما اختارها أهل الحل والعقد، إنما ولا يحتاج إلى هذا، لأن أبا بكر اختاره وعهد إليه، فسمعوا له وأطاعوا رضي الله عنه، سمعوا له وأطاعوا. الأمر الثالث إذا تغلب على الناس، الناس ما لهم إمام ولا لهم ولي أمر، قام واحد فيه شجاعة وفيه قوة وفيه رأي وتغلب على الناس بسيفه حتى خضعوا له يطيعون له تلزم طاعته، ويمثلون هذا بعبد الملك بن مروان، عبد الملك بن مروان الناس في عهده صار فيه فوضى وفيه اضطراب وفيه، فقام الرجل بشجاعة وشهامة وقوة ورأي فقاتل وتغلب وأطاع له المسلمون فصار إماماً لهم، انعقدت إمامته بذلك. نعم.